اسمع يا تارك الصلاة، يا من يسمعني في هذا المسجد وخارج المسجد، شاب من الشباب يحكيها أحد مغسلي الأموات، يقول في قرية من قرى الجنوب، شاب من الشباب معروف في القرية لا يصلي أبدا، إذا أذن المؤذن يركب سيارته ويشغل أشرطة الأغاني ويدور ويفحط بسيارته، مؤذي للناس. يقول في يوم من الأيام انقلبت السيارة ومات، جاء به والده إلى مغسلة الأموات. تخيل الموقف، يوم أن يأتي ذلك الوالد بولده إلى المغسلة ويقول المغسلون لا نغسله، ما كان يصلي. فجلس يبكي ذلك الوالد، رق له المغسلون، رقوا لحاله، قالوا نتصل على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول مغسل الأموات، يقول فاتصلوا على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ويكلم الوالد الشيخ، يقول يا شيخ أنا الآن في المغسلة ومغسلوا الأموات ما يريدون أن يغسلون ابني. يقول الشيخ ولما؟ قال يا شيخ ابني ما كان يصلي. قال الشيخ ابنك ما كان يصلي أبد، لا في المسجد ولا في البيت. قال والله يا شيخ ما كان يصلي أبد لا في المسجد ولا في البيت. قال تشهد عليه بهذا؟ قال نعم. قال اسمع، ابنك هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. انتهت المكالمة يا اخوان، حملوه في السيارة وذهبوا إلى صحراء، يقول حفروا حفرة وجروه على وجهه ودفنوه كما يدفن الكلب عزكم الله. من منا يريد أن يموت أخوه أو صاحبه أو صديقه على هذه الموتى؟ تخيل يوم أن يقول الله عز وجل سأصليه سقر وما أدراك ما سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. يسأل أهل الجنة أهل النار، أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين قالوا لم نك من المصلين. الجواب الأول، لم نكن من المصلين.